معتز محمد. طبعا المحاضرة اللي فاتت كانت يعني تقيلة شوية، واللي جاية برضه شوية، اللي بعد كده خفاف، عشان كل ما الجلسة بتتقدم تبقى حاجة أخف وأخف. المحاضرة الجاية معانا الدكتورة إيناس هودة، أستاذ البطنة والجهاز العصبي في جامعة عين شمس. هي هتكلمنا عن موضوع مختلف شوية، هايبر سنسيتيفيتي ريفلكس، تريتابل ولا نوت تريتابل؟ مش كل الريفلكس طبعا، كلنا بيجي لنا عيانين في العياده اغلبهم بيتحسن، وفي ناس ما بتحسنوش خالص. تعمل له نظام ما تلاقيش في حاجه، تعمل له تحاليل ما تلاقيش في حاجه، تعمل له موتيليتي ما بيطلعش فيه حاجه. فانت فعلا انتريتابل ولا ليه حل؟ احنا يعني اتفقنا ان ساعات الانتريتابل بيبقى عشان مش بتشخص صح، يعني في حاجه مختلفه. احنا الحاله اللي قدمناها عيانه عندها 36 سنه في ميز وذ فاست سيمتومز، كل حياتها عندها الفرص. هارت بيرن وذ ريبيتيشن افتر ميل. خدت بوتل بابل هيبيتو توايس ديلي لمده سنتين وما فرقش معاها خالص. عندها نوزيا وبوست جلاندير جلوتيني. ظبطت الاكل على قد ما تقدر، بطلت النعناع، بطلت القهوه. عملوا لها ريفايس لكل السيستم ما فيهاش حاجه، يعني ما عندهاش مشاكل قلب ولا اي مشاكل تانيه. كان عندها بوليميا وهي صغيره، ما كانش عندها بروبلمز في الفاميلي هيستوري. هي شغاله بارتندر، يعني شغاله في بيبيع مشروبات. بس هي ما بتشربش خالص، ما بتدخنش، مش تخينه، ودي ماس اندكس بتاعها 18 و7. تحليلها كلها سليمه، عملت انذار ما فيهاش حاجه. عملت ديستريكت امتي كمان ما فيهوش حاجه، يعني ما عندهاش اي مشكله. ايه بقى المشكله؟ ده ما فيهوش حاجه على جسمه هو. في بس ممكن يبقى ممكن. ما هو